موضوع محاضرات إن شاء الله تعالى وحن نغندنا قوله تعالى قد أفلح من زكاها وعنو قهد دونا إن شاء الله تعالى وقت يكوبنا ودحي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة المغرب وضوع طاهرين تنفته سين وسنة هي ورا الليال إبوين مركونا أبو ري وحينوية للروح روح وينوية لي النف هي جسد صدح رأسه سلف القريب وحيصوص علينا الإنسان الإنسان العاقل ربنا سبحانه وتعالى روح دا هي النفتة هي تلك سلف القريب وحاوكرد خليفة ذلك خليفتنا وكهنتيي مامولي ربنا سبحانه وتعالى ميزدك وبعد آدمها السيي وعقلك قراتك هي عقلك أنا ربي سبحانه وتعالى وحاوكردين إن يكون قادان وكقرتا ربي سبحانه وتعالى ويكقد ونادان حولها يبها إمتي مركي ربي سبحانه وتعالى وقراد عقل إن السيي أي نكقرنا إله وإله سبحانه وتعالى وحقرنا قطي إله إن أبو ري إن نمعيي إن نسقع عابدنه ولب عبادة إن الله إمنا إن ربي سبحانه وتعالى أكلي له ما دام وصفينك وإلهي سبحانه وتعالى كصفي سيها عدل وذكتا أما عدو لقنتا آني ترين كذبنا آدمه مركو عبادة الله إيمان أيوه عبادة سكود أهان وأتى إلهي سبحانه وتعالى وكعبر أيوه التزكية تزكية داسنا وطاهرين نفط لقى طاهرين أيوه كو وحلا لوحي حطين أيوه ماشا كسار أيوه ميسدي آدمه لها إيه أهيد إنو ربي سبحانه وتعالى الدنيا إنه ترتيبك يقابك أين أسوى الشيقني إلى صومري كذي من العبادة أولا إيمانا يا وحي نقوني ساطاهرين ونفتك طاهرين أيوه إنو حولها من زلد ودقاره طاهرين ونفتك طاهرين أيوه إنو عبادة إلهي عدك له لو ذاتيه أو شرك قرعه طاهرين ونفتك طاهرين أيوه أخلاق ذاتيذي الليدتي إيه مركة وحوية كهر إيمانا يسي إنسان كمن زلد رب سبحانه وتعالى أسي ولذلك رب سبحانه وتعالى قرآنك كريم كأه من زلد يبوس كالرقية تسكية أو أه طاهرين تنفط لطاهرين إياه ومن زلد آدو ويوي في سورة الشمس إلهي سبحانه وتعالى ودارتي كوب يطوان تيربو إلهي سبحانه وتعالى دارت كوب يطوان كاداروت كواب تلقو دارانا يا وحي نقطي قد أفلح من زكاها وفلاحي والليباني قفكي تسكية لي مادة نفتي سطهرة نفتي سكية طهيرين وأمرك فلاحي والليباني إلهي حلي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كوب يتبنك على أرض كذب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي رب سبحانه وتعالى أوليه شيء قصيدا لو أتكيي إلا قد أرتي وحكم هذا إيا معناها إلا ذهي لدنك عبادة إيا أدون نمضو إلا ذهي ولي ولذلك غفكو إنو سكان طهيره لما وحيا لها ينوي من دونا قرآن كو إن بضن بو أتكيي ولذلك أبال مرنت وحالا قد قي تشنضا إيا بارارها إيا رالي أهان شهر رب سبحانه وتعالى أبال مرنت إلهي سبحانه وتعالى ودي ياريي دتك نفتو دا تسكية كلي ما دئي ظاهرية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بإلهي ذي تاسنا وأبال مرنت وهلي روح إصطهرة إي تسكية لي ما دا مركا ربي سبحانه وتعالى وحوليه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قفك إلى هوينك بغي كعب صدى نفتنا وحيك علي سنيسو دون سكريبة فإن الجنة هي المأوى نفت أولا قريبة وحيك علي سنيسانة وتعريفك هي قي حدة إلى هذا تسكية إلى هذا ويوي ولذلك يا لها قرآن كويمي مرك رب سبحانه وتعالى وأدومه صلاح الضيو لقد ترتر قليا مرك وحوي لقد بوريه وإلي تسكي لي مادا ونصوص فربضا با مرك وحوي قد يدى معاني ديدا مرك عبر الديدا
intaba ku timi mar rabbi subhanahu wa ta'ala wa hawliyah isagoo dhaaranaya qad aflaha man zakkaha markana wala soo laba jirciinaya oo suuradaha oo dhan baa laga hadlaya aathaarteeda iyo raadadka ay leedahay baa marka waxa weeye laga hadlaya sabbih isma suuradaha lamidka ah waxa kale oo laga hadlaya taskiyada ciddii weyday ee taskiyada iman weyday waxay ka dheefayso waxay ka helayso iyo inay markaa waa ku mutaysanayaan naar ku mutaysanayaan intaasoo dhan baa qur-aanka ku timi mar kale walaalayaal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah ciddaa aynu ku dayanayno rabbina subxaanahu watacaala uu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxay idinku sugnaatay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uswo iyo ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay noloshiisu boos aada u weyn bay ku lahayd taskiyadu imaa inuu isagu istaskiyeynayo oo istahirayo iyo in markaa waxa weeye uu saxaabada iyo dadka muuminiinta ah ku tirtirgelinayo oo uu ku boorinayo taskiyada ku boorinayo walidaalika shaqooyinka ambiyada waxaa ka mid a khaasatan nebi maxamed marka qur-aanka laga hadlayay wixii uu dadka muuminiinta ah ula yimi waxaa ka mid ahay taskiyada لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وطهريا أو حك طهريا حمانت أردن ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وحبريا كتاب إلهي سبحانه وتعالى وسودة شيء إيه حكمة إيه مركة وحوية إلهي سبحانه وتعالى هنم كيس ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوة وكباقي وحكوك أهيد ولا سهر مريي يتلو عليهم آياته حجد كو أوغيا حجد مركو كو أوغو قرد الرعادة ويزكيهم وتسكينيا وطهيريا وحمانتا أيوكا طهيريا وكفغينيا كذبنا وحبو بريا وقامت تسكية الله رأي من أيوه يسيد إلهي لو عابد أيو بريا ويعلمهم الكتاب والحكمة انتي هرنا بعضي أي كتري رب سبحانه وتعالى أليه مركا إلهي هو نوح كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وإذا طهريا وحال يسود الرسول مركا وحاول آيات كي نكود الأخرينية حجدي نكوغية معجزات كي سيوته ومركا وحاول حق إلهي كيمي ويزكيكم وأنا إذا طهريا برب سبحانه وتعالى وليه مركا رب سبحانه وتعالى وحوليه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في سورة الصف أي رب سبحانه وتعالى كعبره ولذلك شقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي سبحانه وتعالى لصدري وحكوك أهيد تزكية إن ذاتك الله طهره أو لقد طهره حمانت نبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل كيس يشقد يسبي كم وغاليس تزكية إنه الشركة يخد إيرانيه أخلاق ذات يدح من خد إيرانيه إن أهدافته يولك كتير حن وكذا يراني أما تأن معناها لا ينكذا يراني نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة ديس أي ولد دردار ما يقولي فوالله للفقر أخشى عليكم إلى هوينا كذا أرتي باهي يا فقر إدين كما عبس قبه ولكن أخشى عليكم وحال إدين كبا وحال إدين كعبس قبا أن تبصد عليكم الدنيا كما بصدت على من كان قبلكم إن دويض الله يدين بلاريه سيدي دكي دين كهر يلوغو بلاريي أو فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم وإذن هلاكته سيدي أيجنا أهلاكتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو صحابة كل إيهي فقر إينا باهوتا وعمرك فقر الدنيا دا يدكسو قارو إذن كما عبس قبو لكن وحال إذن كعبس قبا وحاوي إينا معلم التزكية طيعدا بمعنى إن هدف كيني كدودان إن هذا فكيني كدودان رالئها شهر رب سبحانه وتعالى وأدوية كترتنتان كدبنا أدوية دي ليدين فروع ليدكو امتحانه سيدي قول دي إذن كهري اللو قفري اللو امتحاني كدبنا إذن هلاكته سيدي أمده كهري إذن هلاكته نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كان حقوق يحيى معناها أي لا هي تسكيد يقفك مسلم كأي هدف كو أدوية دي أتشوه إن أنا أهين كلئة إنو أدوية دي عمره وهن تسميسته أو تكنولوجيات قاره أما البحنمة عصب مكة وحويه هليرو أي تهاي هدف كوادين أتوقع إنه أنه رادو آخره إنه نقضه قف الله سبحانه وتعالى كحرنا رالي أهشيه سوى هدف إيهي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليه وحان إذن كعب سقبا وأدوين إماها فقرية باهمة حل قسيدة لليهي وحل السحابة إسكاكو بيهين
hantida muslimiintu haystaana ay maanta marka waxa weeye ay iska koobantahay oo maanta aan la barbar dhigi karin aan maanta la barbar dhigi karin xilli la iska koobnaabay ahay oo waxa la hayaaba ay yaray markaas nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam mal faqra akhsha alaykum nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu guul gaadho ee dhul cusub la furto saxaabadiisuna ay guul soo hooyaan waxa uu xasuusinay hadafka weyn ee ah taskiyada iyo in la isdahiro taskiyadan waxaa weeye qalbiga in laga maydho oo laga marka waxa weeye saaro wixii aan ilaahay subxaanahu watacaala ahayn adduunyada iyo shaytaanka iyo hawada iyo naftu waxay jeceshahay iyo waxyaalaha yaryar ee hadafkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray ee sarreeyey ee qiimaha lahaa inaad marka waxa weeye ku ilowdo keenaya walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam markii laga soo laabtay qasawaadkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diray qaar ka mid a iyo sariyooyinkii idaa futixat calaykum faarisu waruum ayna qowmu antum qaala cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu tacaala canh naquulu kama amarana allah qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam aw gayra dalika tatanaafasuuna summa tataxaasaduuna summa tatadaabaruuna summa yatabaaqaduun wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibnu cawf marka furs iyo ruumba la farto ee mulkiga muslimiintu meel walba gaadhaan waxa marka waxa weeye uu nabigu noo sheegay in adduunyo lagu tartami doono oo marka hore tanaafus iyo baratan uu iman doono tanaafuska iyo baratankana waxaa xiga in la ysku xasdiyo oo ah cudur ka mid a cudurrada qalbiga ku dhaca ee waxyeelaya taskiyadii waxyeelaya kadibna ay isu dhabar jeedisaan oo tadaabur baa imanaya tadaaburkuna nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta waa uga digay in hebel ma arki karo iyo labadeenna waji kala ilaali iyo waxyaalahan la midka ah kadibna yatabaaqaduun waysnacayeen taasina waxay ka hor imanaysaa taskiyadii bay ka hor imanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qadiyada ah iimaanka iyo in ilaahay lagu xidhnaado oo hadafkaas sare hadaf laga yeesho oo nafta la dahiro oo laga dahiro wax allaala wixii hadaf ah ee yar ee marka waxa weeye laga marka waxa weeye fogaado waxa uu ku caddeeyey tarbiyada uu saxaabada tarbiyadeeyey wuxuu leeyahay jundub ibnu junaada radia allahu tacaala canhu kunnaa calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalama qilmaana maxaanu ahayn dhallinyaro islaala eeg baanu ahayn tacallamna aliimaana qabla an natacallama alqur'aan intii aan nabigu calayhi salaatu wasalaam qur'aanka na barin waxaana la baray qadiyadda ah iimaanka oo ah identity qofku leeyahay ee uu kaga soocan yahay intii kale ee aan iimaanka lahayn walidaalika ba wuxuu leeyahay jundub waxaanu ahayn dhallinyaro nebigu ku tarbiyadeeyey iimaanka iyo in ilaahay la rumeeyo oo keligii qalbiga loo saafi yeelo oo inta kale marka waxa weye laga duwo waxaana qadiyadaana la baray intii aan qur'aankana la barin buu leeyahay jundub kadibna qur'aankaanu barannay oo fasdadnaa bihi iimaana qur'aankii waxa uu noo siyaadiyey iimaan iyo taskiyo iyo dahirin buu noo siyaadiyey cabdillaahi ibnu mascuudna waxa uu leeyahay waxaanu ahayn qaar toban aayadood barta kadibna ku camal fala tobankaa ma aanaanu dhaafaynin ilaa aanu ku camal fala buu leeyahay cabdillahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu waardaa haddii aynu nabiga calayhi salaatu wasalaam u qaybino noloshiisii laba qaybood qaybina waa qaybtuu joogay maka qaybina waa qaybtuu joogay madiina xilliguu nabigu calayhi salaatu wasalaam joogay maka taskiyada iyo saxaabada qaabka naftooda loo daahiriyey waa ka duwaneed xilligii madiina oo kale xilligii madiina oo kale waxaan ogsoonahay xilliguu nabigu calayhi salaatu wasalaam maka joogay ma aanay jirin munaafiqiini munaafiqiin waxaana u jirin waxay ahayd qaabka laysu dahirayo ee laysu shiilayo ee la doonayo in la saaro inta miidda ah baa qaab adag ahayd baahi ku khasbaysa in kufri caloolaad nebiga lagula ag joogaana ma aanay jirin ma aanay jirin qaabka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sabirka imtixaanka iyo wixii saxaabadu xilligii maka ay la kulmeen iyo waxaa ka mid ah inuu ugub ahayd in ilaahay keliya la rumeeyo oo laga fogaado shirkiga in lagula yimaado taskiyat alcibaada cibaadada rabbi subxaanahu watacaala loo kala yeelo iyo in rabbi subxaanahu watacaala keligii laga baqo laa yakhaafuuna fi illaahi lawmata laa'im ilaahay subxaanahu watacaala nin canaananaya ka duwi maayo waxaa kaloo ka mid ahayd dahiritaanka la dahiraya saxaabada nebiga in la ogayay xujadii oo lagu ogayay mushrikiintii
ولذلك نبي حلي عليه الصلاة والسلام خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية وحين خيار صن مركاء مسلمين تهين كوينو خيار صنع جاهلية حلق جاهلية ولذلك شرع يقول حلق خطابية عقلك فضرضة نفتة انت بقول له خطابية والله اللي صحابة نبي حلي هاين عن قناعة قاركو قناع صن وفهن صن ونبي عليه الصلاة والسلام سرنا بأرميين ولذلك التسكية درجات بإليه دهي صحابتنا درجات كواكرة لهاي أبو بكر الصديق ودرجات الصديقية دهي تقاري مركا نوفي سنة قضية دي الإسراء والمعراج للمتي نبي عليه الصلاة والسلام يا مركا كفار قريش يوهي ما دين يقول هذا النكي صحيب كأها ما توحو شكتين وحالي كسو الله بطي بيت المقدس وصمد سرق علي كذبنا وصول الله بطي وهلا مصول نقضي كورن مركا سوري لإن قالها فقط صدق هذو سيدا يري أدو شيء إنسان رمبو شيء رمبو شيء ولذلك درجة النوع عن الصديقية ذا الرومان أنت على أهي واحد كتمي تزكية يا طهيرت بكتمي طهيرت بكتمي مرحلة الله بعدنا مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام وتشوق مدينة أي مركب وحوي الصحابة لقوا امتحاني أحكام تلا سودة شيء أحكام تلا سودة شيء إيه صوم له إيه حج له إيه جهاد له إيه مركب وحوي أحكام تفرها بدن المسلمين تا حل قاية ذا أهبال قوة شيء بدن كود إيه ذكره أحكام تفلين تيدينا ويدور صارنا يعني فليان تاسرة واحد معلم كم إذا أمان إلى هذا امتحان كم إذا امتحانات كي تسكير تسكير أي كم إذا وإذا قف مركو نفتي سطهره واحد باتا وارك مايو أحكام تشريع هذا كل عسلان ميس أما سؤالك كيني ماي مركو هنتهره له وحو أمي سيها يسوء نفسي سوء طهره وأدوية ذا يوحي لمت كأها يشرك يهودي يوم مركو وح على روحي إلهي كل حين يوغى طهره وإنه زكدي بحيه وإنه زكدي بحيه مركي صلاة اعتماده سوء نفسي سوء طهره وحمانتي يشرك يوحي لمت كأها وغى طهره وإنه صلاة لي ماته ولذلك هو اختبار وامتحان وابتلاء ولذلك بعد مركي جهاد كل سودة شيء إيو أحكام تعلمتها أو حالي اللي والد هو كان شيء ليا سلو كرتو كينا رد شيء جيا يا كينا أرد شيء جيا مركو ولا ليال أحكام تشريع عدو وتزكية وأستهير دوي ومخالفة الهوى صلاة فجر مركل إلى هذا الصلاة خير من النوم مركل إلى هذا وحكوا عطانا يتزكية ذا يستهير ذا نفط لطهيرة يهلك جارسي سنتها مركم أذكى إلى هذا الصلاة خير من النوم صلاة أولى كذا كخير بدن هرددة أفر سهدة هرددين ونفتي ولا أداعي صلاة وإلهي سبحانه وتعالى ولا أداعي وأنا كالدوينه ولذلك سيء النفط هذا وطهرته وكوه هو ذا الراعي أدوقد ولاته وإن أدستاكته وصلاة تكته كذبنا هذا مركب حوية فرق النوع سؤكته أدوا كل راحي سنة أدوا كل راحي سنة ويحد أكتهي لبك دوا تجيا ونك شريت كذي ما تلبك ما قبل واحد بك ما هيس لكن نك أن شريت كنن ما تهول بأوتها الله برنا كسي درن والعياذ بالله ولا ليال إن نفط الله طهره أو لتسكيه وحمانته يوح نفط شعشهاي يشكى يحيلها لم يتك على قد طهرا وحكرة تمية هاد وناكسن بكرة تمية أدري إذا دحين هاد وناكسن بكرة تمية آخرة ذنبنا هاد وناكسن بكرة تمية أدويه ده حكرة ما يقفك إنه كسبر مصائبتي امتحانك إنه كسبره إنه أجاده إن اللجوء عارينين إن اللجوء عارينين وعلى مستوى الأشخاص إن اللجوء عارينين امتحاني ابتلاته وحكم إذا أوقفك مركا وحوي وغانية إن تزكية مركا نفتي سطهيرية أي تهي وحو إلهي سبحانه وتعالى هذا له رتقي يوحو ربي سبحانه وتعالى كذا نارتي سي عقابي زك قبل بعده وحي قفك مسلم كأه اي مصلحة اه اي وناسا كامركا وحوية فغينيسا وهمك اي اسقنعنت نفتي سكوقا عينيسو وحيالا عن تسكية دي اهين استهيرد دي اهين استهيرد دي اهين تصال اهان مبدأ اه انو قفك الهي سبحانه وتعالى ادونو يهي اوهو قانسان يهي مبادئ دا مسادمينيسا اي كهور امريسا انو قفك كل اجدو اما كد ايرادو اما كسكتو وحاو مركا كوهليا
inuu ka badbaado aakhiro xisaabkii adkaa. Tusaale ahaan, mabaadi'da ka hor imanaysa waxaa ka mid a alxuriya almutlaqa, inuu qofku aamino inuu xor iska yahay sida xoolaha oo kale. Haddaynu tusaale gaaban soo qaadanno, laba dumara ama laba hablood oo labada muslimiin yihiin, tusaale ahaan tani way xijaaban tahay. Xijaabka waxay ula imanaysaa si ilaahay subxaanahu wa tacaala u raalli geliso oo rabbi subxaanahu wa tacaala aakhiro ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa uga badbaado. waxay xijaabka ula imanaysaa si ay naftideeda u tahirto, si ay isu asturto, si ay makaarim alakhlaaq iyo waajibaadkii ilaahay kor saaray u gudato bay ula imanaysaa. waxay aaminsan tahay inay ilaahay addoon u tahay oo hogaansan tahay, ajar bay ku dalbaysaa dhibka ka imanaya iyo waxyaalaha la soo darsaya waa ku sabraysaa. Tan kale waxay aaminsan tahay inay xor tahay, laakiin waxay ka shaqaysaa waxyaalaha moodelka ah ee laysku dharka iyo waxyaalaha la midka ah iyo waxyaalaha la ysku qurxiyo. Marka la yidhahdo maxaad u xijaaban weyday, maxaad dariiqii saxdaha kaa duway, maxaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u raalin gelin weyday, adduunyadu waa dhammaanaysaa aakhiraa badane, maxaad xagga ugu jeysan weyday, kuti xor baan ahay. xijaabku aniga iyo ilaahay buu noo dhexeeya, xor baan ahay. walidaalika waxaan leenahay walaalayaal, taa sheeganaysa inay xorta tahay marka loo fiirsado xor maaha, waayo markay dharka xayaysiinayso waxaa la odhanayaa miisaankaagu yaanu siyaadi, dad buurnaato dee dharno ma xayaysiinayso, waxaa la leeyahay isqaawi shambogara noo xayaysiinaysa, waxaa la leeyahay qosol, waxaa la leeyahay sidaan u labiso, yacnii xeerar aanay ka gudbi karin baa jira. walidaalika qoftii dumaray soomaysay ee ilaahay soddonka casho u afxidhnay iyo tan weligeed afxidhan ee la yidhi miisaankaagu yaanu 54 kilogram dhaafin, labaduba waa addoommo, laakiin mid waxay u tahay adduunyay addoon u tahay iyo shilinka ay qaadanayso waxaana iska dhaadhicisay inay xor tahay, tanina waxay u tahay addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aakhiro ayay ajar iyo sawaab ku doonaysaa. labadubana waa gaajoodeen, laakiin midna maxay heshay shilimaad adduunyay heshay, midna waxay heshay ajarkii iyo istiqaamadii iyo toosnaantii. waana hadafka ah taskiyada, in nafta la tahiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xiro. walidaalika waxyaalaha wahmiga ah ee naftu doonayso inay kugu qanciso si aad uga leexato mabda'i ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ku xidhnaato ayay kaa ilaalinaysaa taskiyadu. waxaad ogaanaysaa waxaad u nooshahay ee aad markaa waxa weeye adduunyada u joogto. mabaadi'da noocaasa ee wahmiga u badan, yacni nafta qancinteeda u badani, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kuu ka cabiray afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah, ka waran ama u fiirso ruuxa ilaahiisi ka yeeshay wuxuu caabudo, ilaahu wa macbuudka aliha iyo lahu fahuwa ilaah bimacnaa macbuud, wuxuu caabudu ka yeelanayaa, yacni waxa uu caabudo uu ka amar qaadanayaa, waxa uu markaa ku raali gelinayo la imanaya wahaa kada. sidaasoo kale weeyaan walaalayaa, waxaa keenaysaa taskiyada nafta oo la dahiraa inuu qofku sugnuo athabaat, inuu qofku sugnaado. walidaalika saxaabadii nebigu mawaaqiftii adkaa, bilaal ibni rabaax, camaar ibni yaasir, iyo saxaabadii la midka ahaa ahlu badrin iyo kuwii la midka ahaa, waxay qalbigoodu ku degay ee ay ku sugmeen iyada oo dunida oo dhani ay markaa la colaytamaysay ama ay laga awood badnaa, waxay ku sugnaadeen waxay ahayd naftooda ayay tahireen. walidaalika markaad ogaato weyninka ay leedahay waxaad ilaahay ka dalbaysaa, waxa aad fahmaysaa, waxa aad bixinayso, iyo waxaad la imanaysaa inay iska kooban tahay, inay iska yartahay. haddaba haddii laga tago taskiyadii, laga tago qofku uu dayaco inuu naftiisa dahiro oo naftii shawaa'iba ay soo dhex gasho, maxaa ka imanaya? mashaakil fara badan baa ka imanaya. waxaana kow ka ah xasadkii adduunyaad ku tartamaysaa, noloshii aakhirabaad ilaawaysaa ee ka badnayd. walidaalika qofku markay musiiba ku dhacdo maxaa la inoo shaciyey, alladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. walidaalika intaanu adduunyada joognana innaa lillaah, markaanu aakhira tagnana wa innaa ilayhi raajicuun. laakiin marka adduunyadii aad adigu shaqaysanaysay kaa halaagsanto ee aad ku tartamaysay, waxay noqonaysaa inaad khasira dunyaa waalaakhir, adduunye iyo aakhiraba aad khasaarto. walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaalaha uga bixiyey duulka gaalada ah ee naftooda aan tahirin, naftooda aan gaalnimada iyo shirki iyo xumaanta aan ka tahirin. waxaa imanaya xasad baa imanaya, inaad xasaddo ciddii kale ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu adduunye siiyey, in mabda'aagu uu noqdo adduunyo inuu mabda' mutuxan oo maadiye ah, oo marka waxa weeye adduunye u shaqayso ah
ومركا وحوي راس مالية بمعنى أن وحك له سدو كهل لها شيل الميان أن وحك له أن وحك له مركا وحوي النوري إن النقطة. لذلك نبقو حلي عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميصة إن عضي رضي وإن لم يعض سخط تعيس وانتكس. نقول عليه الصلاة والسلام وحهوغي وبلنبلي روح الدون وآه الدون روح وآه ديناركا يا درهمك هديو ديناركا يا درهمك هيروه وحالي نغنية رضي وإن لم يعط سخط هدي أنو هرنا وعرونية وعرونية. وحكى لو كم دور الليال انحراف البوصلة انتهيه كالمه وآد مربا ميلسكو قاطه ونفتي أي مركة وحوية سوق من ويده سوق من ويده. ولذلك هذا ضوء نوع عاصة يهب وقاس ضوء وكو إيمان يقفك مركو نولي هاي وحلق رب حيا وجدك رب سبحانه وتعالى وشرعيه يي إيه تسكيه ده إيه ليش طهره وحاو دوك يا هاي تسكيه ده فطورك عجزك قابسك غفك إيمان يا آدم إنونا هاي منهين مركة وحوية قارن دارين. ولذلك معلم كي تسكية ده مركز تول قويه وأود له يره أول نوليه وحصون ولا نيا نشاط كي إيه مركز حوية دق دق عبادة لو دق دقية دق دق عبادة لو دق دقية أي مركز حوية إمارية. ولذلك الله يروح لنا النهاية هذا بقفكو سدوكو أغانية أما سدبوكو هلية أما سدبوكو حقيقي تنية تسكية دي سدبوكو حقيقي تنية سدبوكو نفتنا وظهرينا وحيلها إلى الشاقنين وقضهرين وعدوا تسكية كاهر تاغن أي قوه الرئيسه نفتاغ أي كوحيقه شيطانك أي كسعيكته بأضا يدعدك وحر رئيساني أي كسعيكته سد حدا قولو سليباد وقا غالب نغو نيسا وقا أود بلا نيسا وقضو حقيقين كرتاين نفتاغي طهرته كو وأين هذا هو هذا خلافته وأين هو هذا خلافته نفتاغ وحي تعيشهي إن المركة أولان كرته وان كاديد وان كاديد. إلهي سبحانه وتعالى أمرك تزكيه كهذا محال يري وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى وكنفتيه كذب وحيت على صنيس ما تهوي إليه. مرك إلهي سبحانه وتعالى حشيه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفته ومن أمر ريسة حمان أمر ريسة وحيو أبو رنتهي حمان بيو أبو رنته وحيو أبو رنتهي وأحرم سبحانه وتعالى على هذا الجنين. نبي عليه الصلاة والسلام تايدا وسيع الدين ما دام امتحاني ابتلاء وأدوية النور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم مبدأ الابتلاء مرهدي أدوية لوتشوكو. نبي عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره نار توحالقوها ريري وحي نفتك علي صنيس الشهوات كأها تنظر وحالقوها ريري مكاره وحي نفتك أي نعبي سنيس لب سنيس لب سنيس. ولذلك وحي لها فضل قصر ريم حاكم إذا ويسد لو ويسي سنة يحلي هذا قبو يحلي هذا لب كتيره إسباق الوضوء عند المكاره فضل قارة أي أسو أروري. ولذلك أجيدونك الشريعة وحاكم إذا أيوان مباها النهي إذا نفهنه أين أضوم إله يقولنا هاي وحاوي التسكية إذا نفتينا طهرنه نفتينا إذا نطهرنه إن نفتينا طهرنا وحكم إذا حيالها لجو قاريو إن قلبي قال لقى ما يروه ولا قصاره أمراض يحرون هذا كدعه عن أكسون هاي وعن ككوبن هاي نبي حول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أي نبوة المام عليه الصلاة والسلام تلك وحاء هذه وصلت هذه هكته وهي جاية هدي حماتنا وحمانية وانا قلبي قال النبي عليه الصلاة والسلام مركا النبي عليه الصلاة والسلام سيدا إمام مسلم صوصاري إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلهي ما إيغيو قابقا أصور أنتهين يا أقرح بدا أنتهين من إيغيو إسقابك أتهين إيغي ماي تركينا إلهي سبحانه وتعالى فيرين ماي وحل إيغي قابقا مركا وحوي قلوب تينو أي تهي يسدى وعمل فشاني وشقيستان ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ملك قلبي يلينا الله سعوته هير كيبو مريا هل كيبو تاغيها حرم كيبا كدعي سيدين لو دوينيا انتو داني ومطلب شرعيوي
ومطلب شرعية محال لقد دوينية لا وش يبغى لقد دوينية شهواتك يوحي نفتك عليه ولا قد دوينية شبهاتك أما إن قيل لور هذه وحي نفتك عليه سنة سينا وأمرك وحوي لقد دوينية ولا قد دوينية ولذلك قال الإياد قلبي قفك وين الله سعدوي أو مركز إلهي سبحانه وتعالى قولك سمقشه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلهي سبحانه وتعالى وحليه مؤمنته حي هذين كو أمرك إلهي اللي حصه قلبي قد أهرك رقمه إسكت قديه ودر ينقله إلهي سبحانه وتعالى كالميسته وتلسارته وعنو بهاني ورا لي المركة أنه لأن هاي مرض كقلبي يكون عامر بهير متاغية مروح تاغية هاي إنو كاهر إستاغ وتسكيري إينا النفط هذه ظهرته مروح تاغية هاي إنو عذر كاسي النقضه فيروس قالي قلبي قري أمنا فقدمي وحنا مدى أوكينا والعياذ بالله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلهي سبحانه وتعالى عليه وحاد حستحل إليه كوي منافقين تاها يكوي قلبي قود وكتري مرضك حنوك إلهي رسولك يسوتونا نومان يبلغ قاد نوحان تدمنا أهي إلهي رسولك يسألوه قاسم وايو ومن أمراض القلوب شيطان كنا وحاو قشقين يوا قلبي قاعد سدو فساد لها ومكا وجه لها تسكيدي إصطاهرينتي أيو كينية هدف كي يولكي سري اللون ولا سيوكا مشكور لها وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الله سبحانه وتعالى عليها سيو غيره وهي شيطان وكري ذي قلبي قودة فتنه كو قلبي قودة وبكئة حنصنه يكو قلبي قودة وإنققي وإنققي ولذلك علامات بيلادها أي كمتها سيدا أنو شاقني انقفك قلبي قيسي وآياتك إلهي لقل قلن واي وعكم إذا أعماشي مركب وحوالي نفاق عهد إعمالك هيدا ليمني يوحي نفتك عليه سلين الله قال سمي بل لو قير رادني النفط أن لقد طهرين أن لقد ريبين قف أن نفتي سكورا كرين ميا هل كان هلاك يا كتشوك وقف مركب لنسوي وقف أسند ليس النفتي سأسند ليس لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة إله سبحانه وتعالى مركب الحوليه مركب دمرك الله يهل ذي فلا تخضعنا بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض يعني هذا الكهوج لعننا هود بعننا سيكون قلبي قوض بكي أو حنوسني أنا مركها طمع عقلي أنا طمع عقلي لذلك هذا الكي لتلعيني مركها وحوي لبدا تشيزي كل حي وعكيني إنه كبيرم وقلبك طمع وكبيرم طمع عاصر لقطبعنا يحمان لقطبعنا إلهي سبحانه وتعالى منافقين تأيب بضان بكاء كورمين إيو حنونك هيا قلب غودة هيا مركة الأولى الليال وحا كميدا وحيا لها لقد ليفيو أما لقو قاليو انقفكو تسكيو لي ما دقو نفتي سطهره وحيا لها مثبطاتك وحيا لها قفك دبديقا يا حنونك كوريدية وحيا لها قفك عاجس كليني نفتي سعاجس كليني وحا كميدا سماع اللغو هذا الكيس اللي ته يعني ترى بغشك أن ميرقال سيسنين إيكا رحمة رانشانك أن سير دنين أي شيء جيّا تذكر أن سير دنين أي شيء جيّا سماع اللغو أي القرآن بحي أما حلو بحي اللغو وهذا بركمتال أن ميل قارس سنوي إلهي سبحانه وتعالى وليه والذين هم عن اللغو معرضون مؤمنين تو وهو لغوي كأي هذا الك كيس قيرات كأ أن معناها كفر دين كله حنيوي ولذلك أنا سكون مشغول يسه وحن معنا لحين أما موسك الله راعي أمين الله راعيني أما شكفران ها هذا أما أحلم إذا هذا اللغو بلا إله إلا وهذا الآن فائدة له سلام هو حاول يقبل روتينه يا هذا الكائن ولا النهاية إنه سامين كلية يا هاي نفتين وكلية هذا هو في رسالتنا اللي يرده هذا بترند كتيرة أي عرب كودا كبرا يسوق بس ككلفوشن أم طلع ماري الأركيس يسوق كوعن علينا يا ترند كيحل كتيري ترند هو حاول هاشتاج أما شيء حل جا فافسن صار هان هسع صوب صوب حري وحركي سيسوى قاضى يون سلم قن وان كل تشوفين ومركا أما بس صار أما وضمري يعني عقله الباطن كيس بيجا شيء
hadalkii laqwiga ahaabaa ka tirabatay waayo wuxuu ka degay mabda'ii ahaa inuu ka jeesto inuu ka tago waladiina hum can illaqwi mucriduun wa kuwii laqwiga iyo hadalka antirabaqashka ah ee aan sii riidnayn ka jeesanayawey ka jeesanayawey walidaalika hadalkaa sii riidani marka mushkiladii kugu timaado adduunyada iyo naftaadaba xal kuu noqon maayo xal kuu noqon maayo haddaynu si kale u dhigno waxaynu odhan karnaa wax faa'iido ah oo quman oo aad adduunyada ka helayso iyo mid aad aakhira ka helaysaa midna ma jiro waxaa kaloo ka mid ah qowlu zuur hadalka kiisa beenta ah iyo waljah qayshka iyo fudaydka in laga dheeraado oo laga tago in laga tago nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam markii soonka laga hadlayay iyo taskiyada soonka ku jirta xilligay xaqiiqoobayso iyo cidday u xaqiiqoobayso man lam yadac qowla zuuri walcamala bih waljahl falaysa lilaahi xaajatun an yadaca acaamahu wa sharaabah ruuxa aan ka tegin qowla zuur hadalkiisa liita iyo walcamala bih inuu markaa ku camal falo hadalkii kii liitay ama uu la yimaado waxyaalaha jahliga ah ama aan macnaha ku fadhiyin falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca acaamahu wa sharaabah ilaahay wax baahiya uma qabo inuu ka tago cuntadiisa iyo cabiddiisa cuntada iyo cabidda iyo galmada iyo waxa la midka ah ee soonka lagaa xaaraam yeelay waa inaad gaadho macnankii ahaa taskiyada inaad naftaada dahirto inaad gaadho weeye walidaalika walaalyaal waxaan leenahay qofku waa inuu fahmaa cibaadada maqsadkeedii ujeedadeeda waa inaanay ka noqonin caado ama duquus waa inuu fahmaa maxaad u tukanaysaa mabda'a ah in la tukado muxuu keenayaa adduunyo iyo aakharo maxaad dhiyaafsanaysaa maxaad qaadanaysaa walidaalika naftii haddii aanad ku dahiraynin soonkii iyo salaadii iyo wixii la midka ahaa ina asalaata tanha can ilfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar wallahu yaclamu maa tasnacuun iyo aayaadka la midka ah waxay sheegayaan macaalimta ah isku dahiridda cibaadaadka laysku dahirayo laysku taskiyeynayo ee markaa lagula imanayo adduunyada dhexdeeda waxaa kaloo ka mid a walaalayaal oo qofku taskiyada uu ku gaadhaya oo ugu kaalmaynaya inuu ka takhalluso ka dheeraado hadalkii badnaa cuntadii badnayd iyo hordadii badnayd saddexdaasina waxay dilayaan garaadka qofka iyo marka waxa weeye hamigiisay dilayaan walidaalika culimmadii hore waxay odhan jireen qofka waxyaalaha kala dagaalama yoolalka waaweyn waxaa ka mid a inay cunnadiisu badato hadalkiisuna bato hurdadiisuna badato saddexdaasi waxay keenaan alkasal oo ahaa caajiskii inuu qofku marka waxa weeye qof iska liita oo aan waxba tahli karayn uu noqdo waxay kaloo keenaan cudur qalbiga ku dhaca oo ah inuu qofku ku mamo ama uu ku marka waxa weeye dhego maladaadkii adduunyada macmacaankii adduunyada maladaadka adduunyo si loo yareeyo waa inaad maclama taskiya gaadho kadibna aad yarayso cuntadii dheeraadka ahayd iyo cabitaankii dheeraadka ahaa iyo hadalkii dheeraadka ahaa iyo hordadii dheeraadka ahaa si qalbigaagu iyo maskaxdaaduba ay u noolaadaan walaalayaal intaasi waa inta inoogu kaalmaynayso taskiyadii iyo naftii in la daahiriyo waxaa kaloo ka mid ah in la kobciyo qofka waxyaalaha naftiisa ku jira sida iimaankii oo kale rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamay iimaanku inuu kordho inaanu nuqsaamo wuxuu ku kordhaa daacaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ku nuqsaamaa macsiyada iyo in laga leexdo taskiyadii laga leexdo marka waxyaalahaan u baahannahay inaynu kordhino oo xoojino waxaa ka mid a walaalayaal acmaalulquluub qalbigii camalkii laga qabanayo sida jawaarixdeenna iyo xubnaheen waa lagu hiyaa addimadii iyo afkii wixii la midka ahaaye ay u leeyihiin waajibaad ay qabanayaan baa qalbigeennuna wuxuu u leeyahay waajibaad uu qabanayo oo looga baahan yahay qofka muminka inuu la yimaado walidaalika baa ilahi subxaanahu wa tacaala wuxuu isku lamaaneeyey acmaalu lquluub iyo acmaal aljawaarix fii suurati alfaatixa waxaa ku yimi inuu alla haweena yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu waxay tilmaamaysaa cibaadaadkii lala imanayey aynu naqaanay ama qalbigu ha qabto ama jawaarixdu ha qabtaa iyaaka nastaciinna waxay tilmaamaysaa isticaanadii iyo in ilaahay la kaalmaysto oo camalka lala imanayo loogu kaalmaysto labadaa tiir baa lagula imanayaa taskiyadaya in la weyneeyo waxyaalaha kugu kaalmaynaya taskiyadii iyo isdaahirintii walidaalika waa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay iyaaka nacbudu adiga keligaa baanu kuu cibaadaysanaynaa wa iyaaka nastaciin adiga keligaa ayaanu ku kaalmo weydiisanaynaa ku kaalmaysanayna iyaaka nacbudu waxaa ka mid a ikhlaaskii in ilaahay dartii loo noolaado
إن إلهي درتي لون ولاه وأنا دويا درتي لون ولاني أما آدم درتي أن لون ولاني يا رب سبحانه وتعالى لون ولاه وحكم إذا إن قفكو تعيل لي ما أطه تعيلك أولي مريا وتعيلك رب سبحانه وتعالى ومحبتي إلهي تعلاني ومحبتي رسولك عليه الصلاة والسلام يتعيلك كريما يا إلهي سبحانه وتعالى وخشيدي ين خشوعه وإلهي سبحانه وتعالى كيابه وحكروا كم إذا إن أبدي إنه إلهي سبحانه وتعالى أصول لافته إنه رب سبحانه وتعالى أصول لافته ولذلك عبادك النوع عاصة إلى رأي مرة يوين إلهي لو قريله وأنا إلا أكب عيه تسكية لو أكب عيه وإياك نستعين وحو رب سبحانه وتعالى كقعب ريا عبادك رأي مرة يوه إنه رشا قول آدمه كتشره إنه أنا كم مارمين إن رب سبحانه وتعالى ومركة وحوية كان مكوه يديشته وإلهي تلساقته إلهي حرقي سقفصده إلهي سبحانه وتعالى فليتوكل المتوكلون يواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا آيات كلمتك وحكى لو كم إذا ولا ليروا حالها لأبهن يهائنا أنه تسكيدا يستهرين تكوكب عنه وكموت عنه أعماش الله قرأي من أي جوارحه سيدا عنده لقيه أفكي لابتي قعمه الدمدي فرجك يوحي لمتك أعماش الله قرأي من أي جوارحه إلى لنت الله إلى لنه لغو كلامك وحوي ادقي هي يقف لي وكو دداريو اي قف والبنفتي سطاهر تاي او اي دورنته اي دورنته عكمدا اعماش اسي مركا لبا يقيب سنتا وحنا وا عمل لو باهن يها ان لغا تغو وا عمل لو باهن ان لغا تغو لا ينغ ريباي النواهي با ليدحا نواهي درجات سي كلا له او المسجرات با او سريه شركغا او هريه سحرك كفريا يو حاله نمدكا نواهي مركا لا اسكو يلهدا وحيالنا وحيالنا لا إيمان أيوه لا إيمان أيوه وحيالنا لقتل أيوه حكم إذا أما كم إذا خالد ده أهنا وهيدا لين قرث يا بي إن أرجعين وقفت صنعه وأرجعين وسيدينه وحكم كم إذا إن أيه حير وسمين وينه أما أب سمين وينه وحين أفك جنين لذلك نبوح لي عليه الصلاة والسلام وإلى الحلال ميرته وهذا الحلال نقودته قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إلهي سبحانه وتعالى قابك وسقوح ليداوه إن نفطل الطهيره يين اندهل اللعبه فرج جنال الله إلاليه ويسقوح ليه ويسقوح ليه ولذلك وحيالها اللقاء ديفه إن قفك فرج جيسو إلى الموايو أما وانده يسو إلى الموايو أو بالطيموضه قران صده وإلهي كحرمي وقران صده أما وداوضه وحاكم دولة الليال إن تسكيري أي بماته قفك نفتي سؤال طاهر لغويته قف لي تؤ نقضه إلهي خلق لي سأكتذن وكليتا إلهي سبحانه وتعالى يتذن وكليتا تزكية دي بودليا ومرك وحوي ولدك على مي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى عليها قل للمؤمنين تذكر مؤمنين توحى كتر أعضاء سي تزكية دودي يا نفطهر الدودي يا استاهرين تودي أكر ليان أكب عيان وحد كتر أعضاء يغضوا من أبصارهم ورأرقين اللعبة أرقين اللعبة عوراتك يا حلاه لمتك أرقين كاللعبة ويحفظوا فروجهم فرجينا ندور او الى ليه او الى ليه ذلك ازكى لهم سداسا اظهرنا بدن ولذلك ونجي سومرنا مركا لغا جيستو حمانتا اي هذا الكيس ليته هذا الكيس ليته وعليه لي تسكي والذين هم عن اللغو معرضون مركا لغا تاغو طيشكا يا فريدكا يا دعان كيس حنا وعليه لي تسكيدي اي وناجي استاهل انت بالهلي وحول الله سبحانه وتعالى ليه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فحليه النبي عليه الصلاة والسلام حاجة وقت صلاتي صلاة وحي كاري بيساء الفحشاء فحشاقه ووحى الله وحي ليتي يمرك وحوي أنخ منهم إيه والمنكر منكر كي بيكاري بيساء منكر كي بيكاري بيساء ولذلك قال الله يلوحنا بها النهاية إن أينو يسود يلي ترنو نرشي نقود أهان مبدأ التسكية ده أهيو مشغول كي نادويو أما أنسكر عدا نقولنا أهانو نف طاهرين ته إيا طاهرين كردين ته إنه لبضع إسكدينو أيا مهمة ولا ليه قابك إسكو حليهين وقابك إنو تلماني أي صلاة إيو الفحشاء والمنكر إسكو حليهين هذا التصالة دينو بحنو دينو تصالة بحنو صلاة ده أتو كنيسة كل كي كاريبي ويدو فحشاكي يحمانتي
iyo munkarki iyo wixii la midka ahaa. waxaad ogaanaysaa salaadii lagaga baahnaa inaanay ahayn. waa ilaahay wuxuu yidhi waaqim asalaa ina asalaata tanha can alfaxshaai waalmunkar. lidalika qofka tukada iyo ka aan tukani hadday isku dhaqan yihiin, yani xaggii dhaqanka iska mid ka yihiin, dabcan dhaqankeen ujeednaa waa dhaqankii aan salaada ahayn, waxaa ka mid ah akhlaaqdii, waxaa ka mid ahaa laabtii xaadhnayd, waxaa ka mid ahayd ilaahay subxaana wa tacaala oo hogaasankii loo hogaansamayay, waxaa ka mid ahaa ilaahay subxaana wa tacaala hadafkii inoo sameeyey iyo wixii la midka ahaa ayaa ka mid ah. marka walaal waxaan leenahay salaadaasi tii la rabay ma ahan, waa inuu qofkaasi ku laabto wey, waa inuu qofkaasi ku laabto. maadaama qofkii salaada tukanayay aanay salaadiisii ka reebin xumaantii iyo faxshaagii, waa inuu salaada qum, wa aqim asalaa, salaada toosi, salaad qumantuko ayaa rabbi subxaana wa tacaala u leeyahay. waxaan leenahay walaalayaal, caamilka saaliha waxa ilaahay subxaana wa tacaala ku aqbalaya waa taqwa, waa khashyu, waa inaad ku laab xaadhan tahay, waa inaad ku san tahay, oo aad marka waxa weeye ku qanacsan tahay, waa inay dhab kaa tahay oo ilaahay dartii kaa tahay camalka saalixa la imanayso. inamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin baa rabbi subxaanahu watacaala u tilmaamay. walaalayaal, aadam aynu nahay, basharkuna ma gafi waayo, waana la khaldamayaa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa inoo jid bixiyey, waxaa laynoo sharciyey inaynu toobad keenno marka gafku inaga dhaco. lidalika waxaan leenahay walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaanta timaada waxaa loo sharciyey in laga toobad keeno. kuwa markay dambaabaan ama xumaanay ka dhacdo, dakaruu llaha faistakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah. muminiintu waa kuwa markay dambaabaan ama uu gaf ka dhaco ilaahay xusa ee xasuusta, kadibna istikfaar la yimaada, istikfaar la yimaada, yaa dhaafa dembigaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayn. waman yakfiru dunuuba ila allah, ilaahay mooye yaa dhaafa dembiga ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala tilmaamay. markana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat, wanaagyaalku waxay tirtiraan oo baabiiyaan sayi'aatku way baabiiyaan. lidalika saxaabadu waxay ahaayeen markuu dembi ka dhaco qaar ilaahay xuso oo xasuusta way ahaayeen oo dembigaa ka toobad keena. walidalika ilaahay subxaanahu wa tacaala quwadiisa iyo awooddiisa inaad istixtaarto fii miisaan almacsiya ama fii miisaan almacsiya, markaad ilaahay istiraahda caasi ee aada xasuusato ee xusto ilaahay awooddiisa, iyo inaad berri hor istaagayso, iyo inay xisaabi dambayso, taasi waxay ka mid tahay min aclaa darajaati ataqwa. ilaahay subxaanahu wa tacaala baqdinta laga baqayo darajaadka ugu sarreeya bay ka mid tahay, darajaadka ugu sarreeya ayay ka mid tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo galladiisa lagu gaadhaa ayaa lagu gaadhaa taskiyada lagu gaadhaa. naftaada waxaa daahirin karaa rabbi subxaanahu wa tacaala, waxaa taskiyada ku waafajin karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatu maa zakaa minkum min axadin abada walaakina allaha yuzakii man yashaa wallahu samiicun caliim. haddii aad ilaahay idinku galladaysan oo fadligiisa iyo galladiisa iyo deeqdiisu aana idin soo gaadhin, maa zakaa minkum min axad, qof idin ka midi ma daahireen, qof idin ka midi ma daahireen oo marka waxa weeye taqwada iyo alla kacabsiga ma gaadhin. walaakina allaha yuzakii man yashaa, ilaahay ciduu doono ayuu taskiyo siiyaa oo dahirnaanu siiyaa, wallahu samiicun caliim, ilaahayna subxaanahu wa tacaala ka marka waxa weye wanaagga badan ku ahaado. walaalayaal, waxaan u baahannahay inaan istixdaarno kownka iyo adduunyada ballaadhan iyo mawduuc aynu kaga jirno iyo hadafka aynu leenahay. saddexdaa qofka hadduu isu keeno waxa uu ogaanayaa wax badan oo jadwalkiisa ku jira inaanay saddexdaa miisaan iyo macno kale ahayn, macno kale ahayn. waqtigaynu haysanaa 24 saacadood weey, markaynu 8 iyo 8 iyo 8 u qaybinno oo saddex meelood oo kala duwan ka dhigno, meel waad hurudaa oo adduunyadii waad ka hurudaa, meelna adigii baa isku mashquulsan, meelna waxay ku baxday wixii naftu aanay ka maarmayn. walidalika meeshaa halkaa boos tuliska inoo soo hadhay, haddii aynu adduunyo keliya ka buura garayno, yacni aynu ka buuxinno, waxaa meesha ka baxaya macnamkii ahaa taskiyada oo saddexdii qudbi ee kala duwanaa mid baynu toobiyihiisa qaadayna, si haddaynu weecinno oo jiheeyaha saxno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii u noolaanno, waxaad ogaanaysaa inaynu toobiyihii saxdaha qaadnay oo nolosheynay sida qumanad ee ku soo laabatay. ilaaha xaqa ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala ina abuuray
naartiisa iyo jannadiisu ay xaqa tahay in xuskiisa la badiyo, iyadoona waxay ka mid tahay waxyaalaha qalbiga nooleeya ee keenaya inuu qofku taskiyada la yimaado. Waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha taskiyada keenaya qofka naftiisa tahiraya inuu cilmiga barto, inuu aqoonta barto. Ruuxa jaahilka ah taskiyada iyo sida uu nafta u tahiraya waa ka gadisanta sida uu qofka caalimka ee cilmiga leh uu naftiisa u tahirayo oo taskiyinay. Jawaabtuna waxay tahay waxaanay isugu dhigmaynin ninna wuxuu og yahay madaakhil ashaytaan wannafsi waalhawa, ninna ma garanayo oo ma oga wax badan oo kuula muuqda inay tahay wax quman oo aad samaynayso ba haddaad aqoon u leedahay waxaad ogaan lahay inaanay saxnayn oo qumanayn oo toosnayn ee wadada aad haysa ay tahay waddo aad naftaada ku raaligelinayso. لذلك رب سبحانه وتعالى قد يدا وعبري وحالين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مرك رب سبحانه وتعالى وحليه إنما يخشى الله من عباده العلماء إبوين وحكيابا وكيئة عد علماء أقول تلبا كيابا. ولذلك قف كان عالم كان وحو فهميا بمعنى وحو قرنيا شيطانك علمدي سي ميشو كسو غليو اي نفتو ميشي كسو غليسي كدبنا وحو هبون اي او كغا جوابي كرو اما كغا فلعين كرو افودانيس اما روحي جاهلك اها لبدا يدا ما فهمي كرو وحا كميدا ولا ليال ان غايده اي وجيدده سره وجيدده تيده سره اني مركه وحا وهي صافي كيهلو إنه المركة وحوي صافي كيالله. نبي قولي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فافعلوا ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رليال وحولي نبي عليه الصلاة والسلام وحي عن ذن كثيبه كتغ وحي عن ذن أمرنا وحكى أودان لي مات وحي سكترتان مركة وحوي كثرة المسائل إن سيفا قدام وهذا أحبار بعدها وهذا مركز سؤالها أكاكي نيسان سؤالها واوين أكاكي نيسان فلسفد إن رشا أكاكي نيسان هيا راتو عمل كينو لهبطو. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أنبياء ذو دين ويخلافين مسائل كودن ويبدنائين نبي حلي عليه الصلاة والسلام أمضيه نكوه الريوحة على أقي كثرة المسائل هي اختلاف الأنبياء. كثرة المسائل يحاول إنه قفك إنه قف نظرية قف مسكح له أنكش قينية هذه سلاس نقطه سلاس محي نقنيس هذه سلا لا يلا من سلا نقنيس هذه العيال كده إنه محي مريه صلاة ده يصلي الله أنتم محي كدرانية إيوه إنه قفك عمل كي نبيه وخلافه اختلافهم على أنبيائهم بمعنى النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين كيسوح يكوخ تنتا إلا شقيه العمل كما قلت إن نظري لقديه إن يعني وح أفكا ونه لقديه شارك هذا كأنه واقعين قف وح أمي سيه إنه إلهي كل جيه إنه إلهي سبحانه وتعالى مذيه إلا عابده إنه إلهي سبحانه وتعالى عليمه إنه قديره وح أمي سيه إلا دمريه إلهي له رشتاقيه حتى نص العادة كرماي وصومي ماي وزكاة بحن ماي. نبي محمد عمل كيس هو خلافي نبي محمد عمل كيس وخلاف. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. مسائل كودن وابد نايين أنبياء دون وخلافين أوليه ورضيه وعلىها نفطر يقول خلافي وحكم إذا إن عرض الله يريه نبي قولي عليه الصلاة والسلام وحيا لها كهل استاقية تذكر رب سبحانه وتعالى أما تدارك نبي كم إذا وحكم إذا لا تغضب عرون أي نبي قولي عليه الصلاة والسلام واحد قالوا كم يدور عليال دوام التوبة والاستغفار إن إلهي سبحانه وتعالى دم داف لو يديشته. نبي محمد عليه الصلاة والسلام هير وطاهرين نفته وطاهرين يكجع علي وحوت المامة يا إلهي سبحانه وتعالى دم داف ويديشته أنا جوح إلهي دم داف ويديشته ما نكى بقول شيء ما نكى تطبات شيء وهكذا. واحد قالوا كم يدور عليال إن إلهي لتلصارته وحلو تلصارنا يا إرض معاصي كتكته وعكر الله تعالى سارنا ان عبادتك التي ما ضه لبضع هديئه ادمك الهي وتعالى سارتنا الهي وحليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قوى انك درت يا ادد علي
waxaan ku halulinaynaa wadooyinkayga rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay. intaa inagu joogto muxaadaradu waxaynu isu dardaarmaynaa dardaaranka rabbi subxaanahu watacaala iyo dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo dardaarmay innaga iyo kuwii naga horreeyba inay isaga ka cabsanno. rabbina subxaanahu watacaala waxa uu nabigiisa amray inuu inoo dardaarmo, sida xadiidka cirbada mansaariga fi saxiixi muslim ku yimi, inuu nabi saxaabada u dardaarmay inay ilaahay ka cabsadaan. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة عباد المصاري يحوليه النبي وحونا وعدي وعدي له لا إلمايين قال بيقولنا لا ذلك شيء مركز سلم النبي ألو نودر دارا نبي عليه الصلاة والسلام وحيدو حالين دار ميا إن إلهي كعبستان وإسمه غشان وصدي إعلان. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.